ليه نحكي على النادي الرياضي اللي بنزرتي اجتماع في باريس جمع رئيس النادي عبد السلام السعداني بسي سليمان بالكاهي اللي دار اسمه في الايامات الماضيه حاول امكانيه توليه هو الاشراف على مقاليد الاداريه للسي ا بي، كذلك مجموعه اخرين من رجال نادي البنزرتي. على كل باش ناخذ اكثر تفاصيل شنو صار في الاجتماع هذا وشنو هي اهم مخرجاته مع مراسلنا في بنزرت زميلنا رمزي بن غربيه. اهلا بك رمزي. مرحبا بك سلام. مرحبا بالسادة المستمعين على راديو الثلاثة فاير. كما كنت تحكي سلام البارح كان فما اجتماع مش هو الاول معناه من اول الاجتماع هذايا، وهذا ما تكاثرت الاجتماعات في الفترة الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس، والبارح أطلق عليه الاجتماع كما دولته مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماع الباريزي معناه في ليلة باريس. الاجتماع صار بعد مباراة مانشستر سيتي وبي اس جي. الاجتماع هذايا دار بين عبد السلام السعيداني والمدير التنفيذي هشام البوسوفي والاسم المقترح سامي بلكايا لتولي خطة رئيس الهيئة التسييرية. كما قلنا أنه مش الاجتماع الأول في الفترة الأخيرة، لأنه سامي بلكايا هو معناه رجل أعمال طلع لفرنسا في الفترة الأخيرة معناه مش بالذمة للاجتماع ذا، وإنما معناه لأمور مهنية، لكن استغل الفرصة وتقابل مع عبد السلام السعيداني. واليوم معروف على سامي بلكايا حبه للنادي البنزرتي، حب يقرب غاديكا في باريس، يقعد مع عبد السلام السعيداني لإيجاد حل للوضعية الكارثية أنتر فرنسيز اللي عايشها للسي بي. الاجتماع صار البارح كما قلنا بحضور بعض من أحد النادي البنزرتي المدير التنفيذي عبد السلام السعيداني، لكن خلينا نكون واضحين أهم حاجة أنه سامي بلكايا قال أنا من تولى مقاليد الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي إلا ما يقع معناها تفويض كل الأمور لشخصه، معناها يحب يخدم معناها وحده بهيئة جديدة توضح الامور بخصوص الهيئه المستقله، لانه نعرف اليوم امين مال مقدم استقالته وهو مازال يباشر، اليوم الكاتب العام مقدم استقالته، كيف امين مال مستقيل يقول اليوم سامي بلكايا اذا كان انا اليوم مش نخدم توضح لي الامور ان الناس هذه كل قدمت استقالتها ونخدم انا معناها وحدي بهيئه تسييريه نجيبها انا نجيب امين مال نجيب كاتب عام نسير الامور الى حدود جانبي ونصير انتخابات جديده وقتها نعرف شكون الرئيس، لان فما نقطه اختلاف وحسب الاخبار اللي جاتنا انه ما تمش الاتفاق على الصيغه هذه، وبالتالي معناها لحد الان اسم سامي بلكايا صحيح مطروح لكن بصفه رسميه مازال ما فما حد شيء، وان شاء الله معناها في الساعات القادمه تزيد توضح الامور، اما باش يكون سامي بلكايا رسميا هو رئيس الهيئه التسييريه او يبقى عبد السلام السعيداني يسير من بعد. وبصراحه في ظل الظروف اللي يعيشها النادي البنزرتي اليوم صحيح عبد السلام السعيداني قاعد يخدم في خدمه من فرنسا، لكن التنفيذ على ارض الواقع في بنزرتي ما فماش هيئه، غياب معناه اليوم الموارد، غياب وضعيه بصراحه صعيبه ياسر للفريق معناه اسبوعين قبل انطلاق الرابطه المحترفه الاولى. رمز ايش تشبث بكون تكوين هيئه تسييريه؟ علاش ما تكونش انتخابات مثلا سابقه لاوانها قبل جانفي؟ مش سهل يا اسلام انك اليوم تمشي مباشره الانتخابات في النادي البنزرتي، اليوم ما فماش تقرير مالي، اليوم فما وضعيه صعيبه، اليوم يلزم معناها برشا دوسيات تتحل، نعرفوا اليوم فما الفيفا، اليوم فما برشا فلوس لازم تدفع لرفع المنع الانتداب، معناها مش تو دانكو يلزم تصير الجلسه العامه، يلزم على قليله تحضير ليها الجلسه العامه هذيا، معناها اليوم كما صار في النادي الافريقي معناها هيئه تسييريه تاخذ الامور في ثلاثه اربع شهور، تحضر الجلسه عامه، بعد يجي رئيس وتصير انتخابات واللي يربح في حالي. اليوم الرجل الوحيد اللي اليوم اللي يراود بنظرتي هو سامي بلكايا. في وقت من الاوقات تذكر اسلام وانت جبت رياض مقداد رئيس الهيئه التسييريه، خلينا نكونوا واضحين رياض مقداد مع الخدمه اللي يخدمها معناها عباره معناها على الورق رئيس هو الهيئه التسييريه، لكن التسيير قاعد يصير مع عبد السلام السعيداني في فرنسا، وهذا اللي رفضه معناها سامي بلكايا، لانه سامي بلكايا شخصيه معناها معروفه في بنزرت عنده كاريزما مسير سابق، يقول لك انا اليوم نشد السي بي ما يدخل في حد، انا نتحمل المسؤوليه نحاول نوصل نادي البنزرتي في الاربع شهور هذوما البر الامان، نعرفوا اليوم فما مجموعات زوج مجموعات، مجموعه معناها اللي باش يلعب على البلاي اوف ومجموعه اللي باش يلعب على تفادي النزول، معناها لا قدر الله نادي البنزرتي من الان ديسمبر كي يشوف المرحله الاولى نتاع البطوله ينجم يلقى روحه في المرحله الثانيه ويكون مآله للرابطه الثانيه، على ذلك سامي بلكايا حريص كل الحرص انه يسير الامور معناها مش وحده، معناها هيئه نتاعو خاصه به تضم رجالات النادي، وناكد لك اذا كان شيخوها سامي بلكايا الناس اللي بعدت على عبد السلام السعيداني في الفتره الاخيره نتصور اني باش ترجع. هذا موضوع طويل، لكن شكون اللي متضرر يا اسلام اليوم؟ نحكيو عن نادي البنزرتي الفريق الموجود كما صرح صفيان الحدوث، لانه بصراحه وضعيه كارثيه للنادي البنزرتي، ما فماش انتدابات، المنع نتاع الانتدابات ما فماش، خطايا فيفا ما خلصتش، الفريق مقدم على جوله اولى نهار 16 اكتوبر في تطاوين، مباريات وديه معناها شحيحه بين قوسين. هذا اللي يهم اليوم في بنزرت هو الجانبين، جانب رياضي وجانب تسييري، التسييري الامور ما ضحتش والرياضي سعيد برشا
في ظل الوضعيه الحاليه لنادي بنزرتي. هو اهم استنتاج من كلامك استنتجته رمزي انه قلت ما وصلوش لنقطه حل، نقطه اتفاق بين سامي بالكاهية وعبد السلام السعداني، لكن هذا على عكس كانك تكذب في البلاغ اللي جاء في صفحه نادي البنزرتي اللي اهم كلمه فيه يقول لك لقاء مثمر. مثمر ننتظروا معناها الثمار وقتاش باش تهبط على ارض الواقع، لانه الكلام هذايا خلينا ما ندخلوش في كلام سياسي معناها وهو كلام شعبوي. صحيح اليوم الصفحه الرسميه هبطت، لكن اعطينا شنو هو المثمر، مثمر على ارض هذا جمهور نادي بنزرتي باش نكون واضحين الكلام، لانه برشا احبه قاعدين نعيشوا معاهم وقاعدين نتبعوا فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ملوا من الكلام الفضفاض وملوا من الخطابات الشعبويه وملوا من الوعود وملوا ملوا ملوا. اليوم يقول لك الكوره كي تبمبي، تذكر في الصيف كي حكينا يا اسلام معاك ومع بشير ومع انيس قلنا راهو في بنزرت الصيف عندهم البحر، وكي تبمبي الكوره في الشتاء فما الثياب. اليوم بمبيت الكوره، اليوم دخلنا في فصل الخريف وجايين الشتاء في نادي البنزرت، شو ما جيت في نادي البنزرت ما فما حد شيء. نرجعوا للمقالات اللي هبطت في مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات رسميه نتاع عبد السلام ولا حتى في الموقع الرسمي لنادي البنزرت، ما صار شيء على ارض الواقع. البارح حتى كي هبطت البلاغ على الموقع الرسمي ادخل اقرا الكومنتير ولا واحد مؤيد المقال هذايا، والناس كلها تعتبره مقال معناها شعبوي كلام فضفاض. اعطينا شنو هو الثمار نتاع الجلسه البارح، لحد الان ما فما حتى ثمار، بما انه ما فما حتى ثمار دونك مازال ما صار حتى شيء بين سامي بالكاية وعبد السلام السعيدي. لا صحيح، هو اهم حاجه كلام فضفاض تقريبا، فماش انجازات، ما فماش حاجه مثمره باش كما قالوا هم، فماش حاجه باش خرج بها الاجتماع، فماش نقطه واضحه، فماش حتى خريطه طريق معناها باش يصير عليها الفريق في الايامات القادمه، فقط اجتماع مثمر. وين الثمار؟ مازلنا نستناوه انا ولا رمزي؟ نستناه وهو راهو نقولوا نكونوا واضحين يا اسلام، الكلام هذايا سامحني في الكلمه شبعوا منه حبايب نادي بنزرتي في الفتره الاخيره، حبايب نادي بنزرتي راهو يستناه في الجوله الاولى نهار 16 اكتوبر، شنو هو الوجه اللي باش يظهر فيه الفريق؟ خلينا نحكيه اليوم الفريق معناها يلعب في مباريات وديه هاكريت، معناها ما فماش الروح، ما فماش حتى بين قوسين معناها ليكيبمون ماهوش متوفر بالكيفيه اللازمه، واليوم معناها الصور اللي هبطت في ماتش الكرم في الكرم معناها خليته وجيعه كبيره في بنزرت، انه كل واحد يلعب بنوع نتاع كلاس معناها السبادريات زاد كيف كيف. اليوم وضعيه نادي بنزرت عمره 93 سنه، الكلام الفضفاض ما عنده وين باش يوصل. اليوم نهار 16 اكتوبر كيفاش باش يكون حاضر نادي بنزرت؟ بعد خليل نادي بنزرت يلعب مباراه وديه ضد الاولمبي البيجي وهي الاولى في ملعب احمد البسيري، اليوم تعرف اسلام انه نادي بنزرت ما عرفش وين باش يلعب، باش يلعب في ملعب 15 اكتوبر، باش يلعب في ملعب البسيري، باش يلعب في ملعب حمادي البجاوي في جردونه، حتى استاد اللي كنا مستبشرين بعوده ظهر فما شيء. صحيح، اليوم مليارات تصرفت على ملعب 15 اكتوبر، اليوم العشب الصناعي من الفئه الخامسه او السادسه جاي من فرنسا والناس الكل فرحت، اليوم معناها عركه بين وزاره الاداره الجويه والتجهيز في بنزرت والمندوبيه الجويه للشباب والرياضه، واحد يقول لك ناقص متر ورا الجول والاخر يقول لك زايد متر، هاو الملفات الحساسه اللي يلزم يحكيوا عليها اليوم في بنزرت يلزم الناس الكل تاخذ. لكن زاد فما نقطه اخرى نختم بها اسلام، وهذه اللي تغيظ واللي معناها في بنزرت والناس الكل قاعده تباحث فيها، اليوم وين مكبرات النادي في ظل الوضعيه الحاليه اللي يعيش فيها نادي بنزرتي؟ لانه نادي بنزرتي بلاش كباراته راهي الوضعيه الحاليه مش باش تتحل، مش في يد عبد السلام السعيداني، مش في يد سامي بالكايه، وانما في يد كبارات النادي. نادي بنزرتي عنده ناس لاباس عليها، عنده رجالات معناها كبارات النادي، في وقت من الاوقات وقت اللي وقفوا في السنوات الاخيره نادي بنزرتي قعد في الرابطه المحترفه الاولى، راهو اذا كان مش باش يخفوا منذ بدايه الموسم معناها راهي باش تكون وضعيه اكثر من كارثيه من السنوات الاخيره. على كل هذه الفيرسيون نتاعك رمزي، واحنا اكيد عندنا فيك ثقه، وخاصه في الاجتماع المثمر كما قالوا هما، نستناو اي حد يحب يدخل يوضح وين الثمار هذه، مرحبا به سواء رئيس النادي عبد السلام السعداني والا سامي بالكاهيه اللي تقريبا هو مرشح باش يكون رئيس الهيئه التسريعيه، مرحبا به باش نعرفوا شنو هي الثمار هذه، والا باش ما يكونش فقط كلام صالح، فقط الخط ابيات الشعر مثمر وما فماش انجازات والا خارج الطريق على ارض الواقع. يعطيك الصحه رمزي بغربيه على كل هذه التفاصيل مديتنا بها، فاصل موزيكا الاخبار وبعد مكملين.